عامل ايه؟ بوريس قول لي امتحان كان عامل ايه النهارده؟ ايه اكتر الاسئله الصعبه كانت بالنسبه لك ايه دلوقتي؟ انا بالنسبه لي ما كانش في اسئله فيها تركات، بس النحو فكرت بيه شويه. تمام، شايف اكتر سؤال صعب كان النحو النهارده؟ بالنسبه لنا اللي فكرت فيه النحو سبته اخر سؤال، لكن باقي الامتحان بالنحو كل حاجه خلص في ساعه وربع بالظبط. كان في المستوى الطالب ايه؟ ده المتوسط. ياخد وقت قد ايه يعني؟ شايف الامتحان الوقت كان كافي ولا كنت محتاجين وقت؟ انا رجعت مرتين وقعدت باقي الوقت فاضي. بعد الامتحان بقى كان عن الميه والتعبير الثاني كان عن نشاط المدرسه، اختار نشاط مدرسه وازاي تخدم بيه المجتمع. يعني ما جاش تعبير عن الشباب؟ لا ما جاش، جه عن الميه. الموضوع كان واضح. شايف ان الامتحان في الموضوع كان سهل بالنسبه لي.